عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بألف خير. النهاردة زي ما انتوا شايفين حفلة الفجل الأبيض، الفجل الأبيض يا بنات، والجرجير الحلو المرعرع بتاعنا الأخضر الجميل الطازة، وكمان البقدونس، البقدونس الحلوة الخضرة زي ما انتوا شايفين. الخضار بتاعي دوت هيبقى حلو ازاي بمكون واحد يا بنات، هيقعد معايا هحتفظ بيه في التلاجة اطول وقت ممكن، هيقعد معايا بالتلات والاربع والخمس اسابيع. الجرجير والفجل هحتفظ بيه في التلاجة يا بنات اربع خمس اسابيع بمكون واحد بس، ومش هنشتري من بره مكون بتاعنا ده من البيت. انتوا عارفين الجرجير كله فوائد، حلو قوي للشعر وللبشرة وكله حديد، وكمان الفجل غني بالالياف وفيه فوائد كتيرة قوي حلوة قوي للمعدة والقولون، وبيبعد عنكم بيمنع سرطان المعدة تمام، وحلوة قوي للجماعة اللي عندهم الامساك، حلوة قوي يا بنات، بيهدي القولون بيظبط الدورة الدموية في القولون، وبيخلي كمان الامساك مفيش خالص تمام، كمان في قيمه غذائيه وفي كالسيوم حلو قوي للعظم. والبقدونس انتوا عارفين لا غنى عنها تمام. يلا بينا نشوف المكون ده اللي هو ايه، ده المكون السحري اللي مفيش بيت بيستغنى عنه، مكون واحد بس هيحتفظ بالخضار ده اطول وقت ممكن في الثلاجه. يلا بينا نسمي بالله ونخش ونشوف مقاديرنا ونشوف المكون الحلو ده ايه اللي احنا هنستعمله وهيقعد معانا اطول وقت ممكن في التلاجة، ولا مناديل ولا علب ولا الكلام ده كله، هنحتفظ بيه عادي في التلاجة بمكون واحد. يلا نسمي الله ونخش على الفيديو ونشوف مقاديرنا عاملين ايه. يا رب يكونوا بألف خير. انا نزلت السوق النهارده صراحه عجبني، لقيت الفلاح اللي هو ابو عربيه كارو دوت جايب الجرجير الحلو اللي انتوا شايفينه ده المرعرع ده تمام، طازه وحلو كده عجبني، رحت جايبه جرجير اسفه ده فجل، رحت جايبه فجل، بس روسه حلوه ازاي طالعه من الارض لسه كلها طينه زي ما انتوا شايفين كده، وجبت كمان فجل جبت كمان جرجير زي ما انتوا شايفينه حلو كده بصوا طازه، وجبت كمان بقدونس اهي تمام، وهنجففها في التلاجه، نحفظها في التلاجه تقعد معانا شهر مش هيجرى لها حاجه بمكون واحد بس ومن البيت تمام. يلا بينا نسمي الله ونخش الفيديو بتاعنا ونشوف ايه هنعمل ايه في الجرجير ده، وايه المكون اللي احنا هنحطه في الجرجير والفجل يحفظه لنا، ولا هنحطه بقى في علب، ولا هنلف في مناديل، ولا هنقطع الخضره، ولا الكلام ده كله خالص. طريقه سهله وبسيطه ومكون واحد هنحفظ الخضار بتاعنا كده، وهيقعد معانا شهر مش هيجرى له اي حاجه في الثلاجه تمام. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه، نشوف مقاديرنا ونشوف المكون ده ايه، مكون يا بنات من البيت تمام، مش هجيبه حاجه من بره. يلا نسمي بالله ونشوف الفيديو. يا ريت قبل ما ابدا الفيديو تشرفوني لايك الفيديو، وكمان اشتراك في القناه، ودوروا تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. لايك كتير يا بنات للفيديو عشان يوصل اكبر عدد يستفاد منه. يلا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. بصوا هعمل ايه، هبتدي امسك الجرجير هركن كده على جنب تمام، اهو امسك الجرجير بتاعي، طبعا انا هيبقى جنبي كيس فاضي احط فيه كده اهو عشان ما بهدلش الدنيا، احط على صينيه عشان بيبقى منزل طينه، كيس فاضي جنبي يا بنات كده اهو زي ما انتوا شايفين، هفتح الجرجير كده اهو، وهجيب كمان سكينه، بصوا لو في حاجه بايظه زي كده كل ده هيتشال كده اهو، هقسم بس الجرجير بتاعي وهجيب طبق نظيف اهو، بصوا الجرجيرية حلوة وصبحة اهي، هجيب بس سكينة وهجيب طبق وخليكم معايا كده، وهقطع كده مع الحرف بس فوق مش هاخد منه تحت، وهبتدي اطلع بقى ايه، هنفض الجرجير كده بالمنظر ده كده اهو، هينزل بقى الاصفر والبايظ والحاجات اللي انتوا شايفينها دي كده، هحتفظ بس بالصغير ده، ده بيبقى حلو ومسكر اهو زي ما انتوا شايفين كده اهي تمام. ورقة خضرة زي كده هشيلها، ضروري يا بنات ان احنا نتخلص من اي حاجة عشان ما نبوظناش بقية الحاجة بتاعتنا اهو كده زي ما انتوا شايفين اهو اهو، اي حاجة بايظة هنشيلها ونتخلص منها
زي ما انتوا شايفين كده اهو، ما خدش معايا اي حاجه، الجرجير طازه زي الفل اهو. تمام، طلع بس ان في خضره ولا حاجه اهو كده، الجرجير بتاعي زي الفل اهو زي ما انتوا شايفين. تمام، هحطه في الطبق بتاعي. هكمان هعمل بقى واحده من الفجل عشان الفيديو بتاعي ما يطولش عليكم اهو. همسك الفجل. الفجل يا بنات فيه قيمه غذائيه حلوه جدا، ضروري تحتفظوا بالجرجير والفجل في الثلاجه عشان كمان السلطه والاولاد. تمام، الفجل ده تاكلوه جنب فول وجنب خضار وجنب اي حاجه، ما فيهوش اي حاجه. بصوا الفجل بتاعنا نضيف ازاي، همسك واحده واحده هفكراته من بعضيه كده اهو بالمنظر ده اهو. تمام، وهشيل كده، بصوا خضره ازاي. هعمل ايه دلوقتي، هجيب السكينه بتاعتي وهجيب الكيس زي ما انتم شايفين كده اهو، هبتدي اشيل بصوا الجزء اللي من فوق ده اهو، انا عايزه بس اوريكم. تمام، هبتدي بصوا اهو. تمام، هشيل الطينه قبل ما يتغسل خالص، هو لسه طازه طالع من الارض عشان كده، وهبتدي اكحته كده اهو اهي. تمام، حلو جدا. وعلى فكره الفجر فيه فوايد كتير قوي 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 يا بنات، ابحثوا عنه فعلا مليان كله فوايد اهو. تمام، خلاص كده زي ما انتوا شايفين كده اخضر ومورور ازاي، هحطه في الطبق. بس الفجل انا مش هقسمه، كمان هخليه بطوله، وهجيب برضو دي نفس القصه ونفتش فيها، واحده بايظه واحده عامله كده، وهعمل برضو زي ما عملت كده اهو، وهبتدي اشيل اتخلص من الحتت اللي فيها الطينه اهي بالمنظر ده كده اهو، مش اي حاجه، هو كله طينه بس طبعا هيتغسل غسله جميله وهيتنقع بالميه والخل. تمام اهو، مفيهوش اي حاجه عشان ده طازه. نتخلص من الشوشيات دي اهي كده اهو زي ما انتوا شايفين، مش اي حاجه خالص، طازه وجميل. انا بقى هنضف الكميه دي اللي انتوا شايفينها دي، انا هنضفها وارجع لكم تاني. هنعمل بس البقدونس بتاعنا. البقدونس بتاعي يا بنات انا مش هفتحها، تمام، هغسلها لوحديها عشان ما تتلخبطش مع الخضار، هي مش بصوا ما فيهاش اي حاجه. هتخلص بس من الجزء اللي فوق ده، تمام اهو، بس كده هنزل دي كده لتحت واتخلص من ده بس كده. البقدونس وهغسلها لوحديها عشان ما تتلخبطش مع الخضره. تمام كده اهو، كمل بقى الكميه الحلوه دي كده وارجع لكم تاني. على فكره عايزه اقول لكم ان الفجل كله فوائد عاليه جدا جدا، والجرجير كمان لازم نحتفظ بالخضره بتاعتنا في الثلاجه لاي وقت، ان كان طبق سلطه، لو ضيف جالك ممكن تعملي طبق سلطه سريع بدل ما تنزلي تجيبي وكده، لا لازم حاجتنا يا بنات تبقى عندنا في البيت. يلا بقى انا راح اكمل بقيه الكلام ده كله وارجع لكم هعمل ايه تاني، خليكم معايا لاخر الفيديو. انتوا شايفين كده انا نضفت الفجل من الطينه اللي فيه، بس طبعا لسه ده ما اتغسلش، بصوا ده لسه ما اتغسلش يا بنات، انا قشطت الطينه كده زي ما انتوا شايفين اهو بالمنظر ده. بصوا نضفت الفجل بتاعي، ما فيهوش اي حاجه خالص زي ما انتوا شايفين كده. تمام اهو اخضر وزي الفل، ممكن ممكن لو حاجه عدت عليكي زي ما عدت عليا مثلا ورقه صفرا زي كده دي تتشال، عشان دي ممكن تبوظ الفجل بتاعنا، شايفين اهي. تمام، الجرجير كمان انا نضفته ونقيته برده، خدوا بالكم ان ساعات في حاجات بتعدي مننا اهي، برده واحده صفرا اهي بصوا دي تتشال تماما اهو. تمام اهي الفجل بتاعنا والجرجير، والبقدونس نضيفه زي الفل اهي. تمام، ما فيهاش اي حاجه، بس انا سايباها بالرباط بتاعها زي ما انتم شايفين اهو كده. تمام أهو. يلا كده بقى هروح نغسل الخضار بتاعنا. هاخد الجرجير بتاعي الاول زي ما انتم شايفين كده اهو، هاخد الجرجير بتاعي كده في الطبق اهو بالمنظر ده كده. تمام، تاخدوا بالكم حاجات بتعدي على الواحد، تاخدوا بالكم كويس جدا، بيبقى في حشائش وحاجات بتعدي. تمام، وهغسل كمان معاه البقدونس. الفجل بتاعنا يا بنات انا مش هقصه، انا هسيبه طويل كده اهو. تمام، هسيبه بالمنظر ده كده عشان يحتفظ بالقيمه الغذائيه اللي فيه. تمام، لو قطعناه نصين كده مش هنحتفظ بالقيمه الغذائيه بتاعته.
هغسل بقى ده، هعمل ايه دلوقتي؟ هحط ميه اهو كده، ميه يا بنات حطيتها اهو بالمنظر ده. بصوا مطلع كميه طينه عشان ده طازه جاي من الارض، الطينه بتاعته بصوا، بصوا الميه بتاعته مش نضيفه خالص. تمام، انا تاخدوا بالكم ان الخضار بيبقى حساس، يعني مد ايه ما تدوسوش عليه جامد، يبقى كده بس. تمام، هروح اغسله على الحوض وارجع لكم هنعمل ايه تاني، واغسل الفجل بتاعي واغسل البقدونس، خلي الحاجه بتاعتي زي الفل. وكمان ضروري ضروري يا بنات ننقعه بميه وخل، دي ضروري ضروري ضروري. تمام، هغسل الخضار بتاعنا وارجع لكم تاني. كده يا بنات انا خلاص احتفظت بالفجل بتاعي، تمام، زي ما غسلته كويس جدا زي ما انتم شايفين. البقدونس انا غسلتها وربطتها بنفس الرباط تاني عشان احافظ عليها وما تتبهدلش مني، زي ما انتم شايفينها زي الفل. تمام، وكمان الجرجير بتاعنا اتغسل كويس، والفجل بتاعنا بصوا بصوا بياض بقى الحلو بتاعنا اهو، وانا غسلته بالمنظر ده زي ما انتم شايفين كده، بصوا اهو ابيض زي الفل. خدوا بالكوا ان الفجل فيه عناصر غاليه، غني جدا بالالياف وحلو قوي للعظم يا بنات، حلو قوي للعظم والكالسيوم، والجرجير حلو قوي للشعر، حلو قوي 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 للشعر والبشره، بيديها رونق كده وجميل. خضره عامه حلو قوي للجسم وللامساك وللقولون والدوره الدمويه. وكمان الفجل بيمنع مرض السرطان المعده، سرطان القولون بعيد عنكم، بيظبط الدوره الدمويه كمان عشان الامساك، بيخليش فيه امساك خالص، يعني حاجه حلوه قوي ما نقدرش نستغنى عنها، ودايما نخليها في بيتنا وفي ثلاجتنا. يلا بينا نشوف المكون اللي انا هحتفظ بيه بالخضار بتاعي في الثلاجه اطول وقت ممكن، مش هيجراله اي حاجه في الثلاجه. هعمل ايه؟ هركن ده على جنب وهجيب الطبق بتاعي زي كده اهو. تمام، انا جبت الطبق بتاعي زي كده، هجيب فيه المكون بتاعي اللي قلت لكم عليه يا بنات اهو. ايه المكون ده اللي يحفظ له الجرجير والفجل اطول وقت ممكن في الثلاجه؟ السكر. السكر يا بنات غني جدا، ماده حافظه حلوه قوي، بس احنا ما نعرفش عنها حاجه. السكر ماده حافظه جميله، تحفظ لي الفجل والجرجير والخضار اطول وقت ممكن بالاربع اسابيع وبالخمس اسابيع. تمام، هنزل بمعلقه واحده اهي، وانزل بمعلقه ثانيه، معلقتين. هتقولي بقى ده هيبقى مسكر وهيبقى عامل ابدا ولا هيبان في اي حاجه. هقول لكم هنزل دقيقتين في الميه، هنزل كمان بسم الله بالميه اهي، بصوا ميه كتير اهي زي ما انتم شايفين كده، اسفه الكاميرا اتهزت مني، ميه زي ما انتم شايفين كده، وهدوب فيها السكر بتاعي. حلو قوي يا بنات، اكتر ماده حافظه السكر ده. هتقولي بقى لا او مش عارف، لا صدقوني ولا هيدي سكران للجرجير ولا الفجل ولا اي حاجه. ولو انتوا يعني متأززين قوي من السكر، لما تيجي تستعملوا الفجل ما تطلعوا مثلا احتياجكم، والجرجير تشطفوه تحت الحنفيه شطفه، مش حاجه يعني، بس ده هيحفظه لنا، ولا بقى نحط مناديل ولا اي حاجه ولا معلقه ولا اي حاجه فيه. تمام، انا خلاص دوبته، هعمل ايه دلوقتي؟ هنزل بايه؟ هنزل بالجرجير بتاعي بسم الله اهو. هنزل انا الجرجير بتاعي غسلته كويس جدا ونقعته ميه وخل ضروري يا بنات. بصوا الميه بتاعته قشطه ازاي، شوفوا الميه فكت الميه ظبطتي. بصوا دلوقتي الميه زي الفل، لان انا غسلته كتير قوي، دخل لي اربع خمس تفمام غير الخل. بصوا اشبعه كده بايه؟ اشبعها كده بالميه اهو، بصوا اهو كده. انتوا عارفين الورد، الورد لما بيبقى عند الراجل البياع بيحتفظ بيه ويقعد معاه فتره طويله، بيعمل ايه؟ بيحط في الميه سكر، يعني دي وصفه ما تقلقوش منها خالص، ومش عايزاكم تقلقوا منها اصلا. تمام، خلاص كده انا سبته دقيقتين في هبتدي اصفيه، مصفى معايا زي كده، بصوا هجيب مصفى وتحتيها طبق هحطها كده اهو، وهحط ايه اهو كده بسم الله، طلعه كده اهو اهو. تمام تمام، كمان هنزل بالبقدونس اهي، هنزل بيها في الميه زي ما انتوا شايفين كده اهي. تمام، اشبعها كويس قوي بالميه ام سكر، صدقوني ما هاش اي طعم خالص، بس هي ماده حافظه، اكتر حاجه بتحافظ على الخضار بتخليه يعيش ويبقى حي كده هو، ما يجروش اي حاجه. تمام، انا خلصت كده، هنزل بقى ايه بالفجل بتاعي اهو بسم الله.
اهو تمام اهو. هبتدي انزل بالروس بتاعته. الفيل انا ما قطعتوش ليه؟ عشان القيمه الغذائيه بتاعته ما تروحش. تمام اهو كده، واسيبه دقيقتين في الميه زي ما انتم شايفين كده، واشبع وابتدي اطلع كده واحط الناحيه الثانيه اهي الاوراق بتاعته كده اهي تمام. وده لازم يا بنات تنقعوه، لازم تنقعوه تغسلوه كويس قوي، عشان انتوا عارفين الارض ما بتبقاش نظيفه خالص، والميه اللي بتبقوا زارعين بيها ديت لازم نغسل، ولازم نحط خل عشان الميكروب. بصوا انا كده تمام قوي، هطلعه بقى هسيبه دقيقتين كده اهو زي ما انتوا شايفين، وهطلعه انا سبته 5 دقايق في الميه وام سكر تمام. وهبتدي بقى اطلعه كده على المصفه برده كده اهو، وهسيبه يصفي، ضروري يصفي كويس جدا، هخليه يصفي وارجع لكم تاني كده تمام. انا شايفين حلاوته ورقه جميل ازاي تمام كده زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده، وحطيته على حاجه قطن عشان خاطر زي ما انتوا شايفين كده بصوا ينزل ميته. انا مش عايزه انشفه قوي، يعني انا سبته بتاع ساعه بس، لكن ما تسيبوش اكتر من كده عشان يدبل، عشان ما يدبلش مننا. انا عايزه يكون فيه بصوا شايفين شايفين، انا مش عايزاه يبقى ناشف قوي، ميبقاش مبلول قوي، يعني مندي بسيط، عشان التنديه ديت هي اللي هتحافظ لي على احتفاظ الفجل والجرجير، كمان البقدونس. البقدونس مش مكتره ليه؟ عشان انا عندي في الثلاجه محتفظه بيها. يلا بقى نشوف هنحتفظ بيها ازاي. اول حاجه هاخد الجرجير بتاعي اهو تمام كده اهو اهو المنظر ده كده، وهحطه في كيس نظيف بسم الله، واخدوا بالكم كويس قوي احنا بنحطه ما يتكسرش مننا، وضروري نحطه كده بفكره. انا عبيته بالمنظر ده، وهقول لكم هنعمل فيه ايه. بصوا الفكره عبيته على كيسين، ضروري نطلع منه الهواء تمام، ونعمله كده اهو تمام، واعمل بالسكينه شايفين بس ليه؟ عشان الفجل والخضره بتتنفس يا بنات، عشان ما يعمليش طبقه ميه كده، عشان ما يعمليش طبقه ميه جوه الكيس تمام. كده مش هيعمل ميه وكده هيطلع الهواء. وادي الكيس الثاني برده اهو زي ما انتم شايفين، انا ما قطعتش الفجل، هعمل ايه؟ هاخده تمام وهطلع الهواء اهو كده تمام اهو، وهعمل بصوا كده منفوخ كده هيخش له هواء اهو تمام، وهضغط عليه كده عشان بيتنفس كده، ولا هتلاقوا فيه ميه ولا هتلاقوا فيه اي حاجه، وهيقعد معاكم بالشهر والشهر والشهر كمان. البقدونس انا مش هربطها، البقدونس هعملها كده تمام اهي كده برده نفس القصه اهو. برده الجرجير انا عديته برده بالمنظر ده، وهقفل كده عليه تمام اهو اهو كده بس طلع الهواء اهو كده زي ما انتم شايفين. فجل الجرجير زي ما انتم شايفين هحتفظ بقى في الثلاجه، هحطهم على رف الثلاجه وهيقعد معايا بالاربع والخمس اسابيع لغايه طبعا ما يخلص، انا هستهلكه قبل اخر كيس هبتدي اجيب غيره. انا صراحه بحب الخضره في الثلاجه. كمان جاي رمضان كل سنه وانتم طيبين، الخضره دي ما بتبقاش متوفره كتير، يبقى حاجتنا في بيتنا ونظيفه ومغسوله ومحفوظه. يا رب يا بنات يكون الفيديو خفيف عليكم، يا رب اكون وصلت لكم معلومه تستفادوا منها. يا ريت الاول مره يشوف القناه او اول مره يشوف الفيديو يشرفني اشتراك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله في كل جديد وفيديو جديد. اقول لكم السلام عليكم. كان معانا النهارده الجرجير والفلفل والبقدونس.